أعتقد حضرتك عندك شيء تبي تعرضه صح؟ التليفون ولا وين؟ عادي سويت من باوربوينت يعني بسيط، ويعني هو يعني نقول يعني كنوع من الاكشن البسيط، بس يعني هو ما نحتاج اساسا فعليا باوربوينت يعني بالفعل يعني، لكن قلت بعرضه يعني كم سلايد بسيط اتكلم معهم يعني. تمام، خلينا نشوف بس مجموعة الأشياء، نسكرها هذه. Stop sharing. أين أنت؟ ما جاي يطلع عندي يعني، اشوف انه أنت مبين عندي. أوكي، من عنده شيء معطل الظاهر الكاميرا من عنده. يلا دقيقة دقيقة، خلنا نشوف بس شنو الموضوع. هذا الماوس مزنوق، ما عليه منه، هذا ما عليه منه، أي هني. طيب الآن أنت موجود وين عندنا؟ موجود هني. ميك كوهوست، يس. أعتقد أنت الآن تقدر تفتح كاميرتك، تقدر تتكلم أنت الحين. ايوه، اي ما شاء الله، ايه كذي استاذ، شلونك؟ الحمد لله بخير. طبعا انا اعتذر لان ما ادري شنو صار بالهذا، يعني ما كنت منتبه على اني انا كنت موقفه. لا لا الأمور طيبة إن شاء الله، كل يلا، طيب ما إن شاء عليه الله. ما عليه، شلونك استاذ؟ بشر عنك، الحمد لله الحمد لله بخير. نشاطكم ما شاء الله، نشاطكم لا يتوقف، وهذا اللي خلانا يمكن ناشدكم. إيه ما نتوقف أكيد يعني، حتى في وقت خارج الموسم، وخاصة إذا قرب الموسم بعد ما نتوقف يعني يزيد العمل أزيد من ايه الموسم نفسه، لأن إحنا نستعد، نبدأ نستعد فحركة تصير كبيرة يعني. الله يعطيك الصحة والعافية، بس خلينا حبيبي نرحب فيك ونرحب بالمتابعين الكرام، مساكم الله بالخير جميعا، وإن شاء الله موسم زراعي جميل إن شاء الله. طبعا احنا كعادتنا السنوية، أو يعني يمكن الجائحة خلت كثير من الناس تهتم بالزراعة، كونها يعني كنا موجودين في البيوت وكذي. أنا عن نفسي يمكن بديت الموضوع من العام الماضي، صراحة استانست على الموضوع وحبيته، والجميل بالموضوع إنه في داعمين أو مرشدين حق هذه الأشياء أو حق الزراعة. لقينا أن مبادرة أغصان مشكورين بقيادة الأستاذ أحمد الغدير، من الحريصين جدا على أن ينورونا يعني كمهتمين بالزراعة في بعض الأساسيات. يمكن العام بدينا نوع من اللخبطة كانت عندنا، أو نوع من الأمور اللي مثل ما نقول يعني كانت أمور كذي، يعني تخبط كان فيها، سريعة يعني. لكن احنا هالمرة ناويين ان شاء الله نبدي موسمنا بقوة وبصحة، خلينا نقول بصحة زراعية. فعشان كذي اخترنا، يعني قلنا خلينا نبدي الموسم مع موسم شهر 9 او مع شهر سبتمبر، علشان تكون الرطبة تربتنا متناسقة، تكون بذورنا مختارة بعناية، كل هذه الامور نبي نبديها صح. عشان كذي قررنا هذا اللقاء بحضوركم يا جماعة، مشكورين على هذا الحضور. اليوم حضورنا 9، ولكن أكيد فيهم البركة. اللقاء هذا أيضا راح يكون معروض على منصة اليوتيوب، عشان اللي فاته يشوفه مرة ثانية. راح أكيد يكون مع الأستاذ، أنت قائد اللقاء اليوم، أنا راح أعطيك الميكروفون بحيث أنك تقدر تتصرف على راحتك. شكرا يا جماعة، وأنا إن شاء الله موجودة معاكم لكرسي المشاهدين. تفضل أستاذ. الله يعطيكم الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، ومساكم الله بالخير، وموسم زراعي سعيد عليكم جميعا. طبعا في مجموعة أسئلة حطيتهم الأخت شروق مشكورة، الأسئلة جدا جميلة وراح تفيدنا جدا في الموسم الزراعي. أتمنى قبل ما أبدأ الصوت يكون واضح يعني ومسموع لدى الجميع. ألو نعم أخت شروق، ان شاء الله صوتي يكون هلا واضح. استاذ، هلا ايوه هلا، صوتي اي مسموع واضح. صوتك مسموع. نعم، ايوه فاهم شيء. ويا جماعة طبعا اللي عنده مداخلة حياكم الله، تفتحون الميكروفون وتتكلمون. الحمد لله
جميل. طبعا احنا انا راح اتطرق بشكل يعني متسلسل حسب الاسئله الموجوده، وراح احط بعض الاضافات البسيطه يعني. طبعا اول نقطه احنا نتكلم عن تجهيز البيئه الزراعيه، المكان، الاضاءه، الاكسسوارات. طبعا السؤال ممتاز وجيد جدا. احنا لو تكلمنا عن المكان، اذا كان ثابت يعني بزرع في الارض مباشره، هذا المكان معد سلفا، راح يكون تهويته جيده والشمس راح تجي اليوم، راح تتوفر فيه خلينا نقول العناصر الاساسيه للمكان الجيد، اضافه للتهويه، وما يكون المكان ضيق وما الى هنالك. لو كنت بزرع مثلا في احواض خشبيه او احواض بلاستيكيه او اسمنتيه، نفس العناصر او نفس الاساسيات لابد اني اوفرها، مكان توصل اشعه الشمس، مكان تهويته جيده، علشان اهم ما تتجمع فيه رطوبه عاليه. احيانا الواحد يحشر الاحواض الزراعيه مثلا خلف البيت، بيت تكون التهويه او يسمونها الحوش ناس، تكون ضيق وتتجمع فيه رطوبه. طبعا مشكله الرطوبه انها تسبب بعض الافات، فطريات او مثلا البق الدقيقي او ظهور العفن في التربه او غيره، فنحرص على هالامور هذه. طبعا بالنسبه للاضاءه قلنا اذا هذا كان خارجيا، بالنسبه في شهرنا في الشهر الحالي اللي احنا فيه شهر 9 سبتمبر، الموسم هذا ما راح ابدا فيه التشتيل خارجيا، راح ابدا فيه التشتيل داخليا، او البذر، وضع البذور بشكل داخل المنزل مثلا في المنازل احنا نتكلم، عند نافذه المطبخ مثلا، او عند البلكونه اذا كانت مغلقه، او بيت محمي صغير عندي في يعني بيت محمي في المنزل عندي نفسه يعني. فلا بد اوفر فيه التهويه والإضاءة الجيدة. قد إني أستعين بالإضاءة الصناعية، تباع يعني في بعض المتاجر مثلا أو بعض المشاتل، أرفف مجهزة بإضاءة وجاهزة، هذه أقدر أستفيد منها في عملية البذر. وبالنسبة للإكسسوارات اللازمة، هذا قلنا الأرفف مثلا، قد إكسسوارات ثانية أحتاج لها يعني في فترة ما بعد شهر 9، اللي هي مثلا قد احتاج عواد خشب، مثبتات، شبك للمتسلح، زرع مرفوش مثلا هم يحتاج تثبيت. خليني بس اشوف بوريكم بس ملف اللي هو ان شاء الله ما يطلع عندي. ان شاء الله يطلع، ما عليه، انت افتح الملف وخلينا نشوفه. جهزت على سطح المكتب بس ما اشوفه طالع عندي. انزين انا اقول لك روح شير سكرين، العلامه الخضراء. اوكي تمام، طلع عندكم شير سكرين، بس طلع لنا ما شنو شيء مال زوم مو شاشه. ايوه دقيقه بس خليني اصغر. ايوه كفوق طلع تمام. طبعا الملف بسيط يعني، ما يعني انا اميل للبساطه يعني، ما احب اخلي الموضوع شوي معقد يعني، بس عشان نتابع معاك يعني البنود. اي هذا طبعا التشتيل الداخلي، هذا تشوفون مؤشر الماوس يتحرك، او ان شاء الله واضح الشير سكرين كامل. واضح واضح. اي نعم هذا طبعا واضح. هذا الاناره، وهذه شكلات الطماطم. غالبا الناس تبدا في الاشياء السهله، الريحان، الطماطم، الجرع، المتسلقات مثلا مجد الصباح او ست الحسن اذا كان عندي بذور. غالبا انصح بهالانواع من البذور لانها سهله الانبات، سهله العنايه، يعني ما فيها صعوبه، وسهل التعامل معها، وسريعه الانبات، تعطي نتائج سريعه ومرضيه خليني اقول، وهم ثمرها وانتاجها سريع. فتكلمنا هذا الاضاءه التشغيل الداخلي. طبعا طريقه تجهيز التربه، طبعا حطيت البتموس والكومبوست. بشكل عام قبل ما نبدا اي موسم زراعي، احتاج ان انا احرث الارض، انفش التربه، قد احتاج اضيف الله يعزكم سماد. احيانا اذا التربه عندي صاكه او رمليه، اضيف حتى تربه طينيه لها، او حتى بتموس. انا عندي في البيت مثلا اضيف البتموس، انا حاط صوره البتموس والاغلب يعرفه يعني، يشتبه البعض بين البتموس والكومبوست.
بس بشكل سريع، البتموس ينتج من تحلل بقايا نباتات مائيه تنمو في المستنقعات، ولا يمكن اعتبارها سماد. هي وسط زراعي طبيعي طبعا، قد يعالج او تضاف لبعض المواد، مثلا بقايا اوراق مثلا متحلله او غيره. الكومبوست يعتبر سماد عضو ناتج من مخلفات ورق نباتات او حيوانات. طبعا الكومبوست اقدر اسوي حتى في البيت، يعني لو جبت حوض زراعي وجبت معاي بقايا المطبخ مثلا قشور البرتقال، بطيخ او جاح، اوراق النعناع، بقدونس، قشور البصل اللي هو حتى قشور البيض. الطريقه ان انا اضع طبقه من الرمل او البتموس، وتالي احط ورق اشجار جافه، تالي احط بقايا المطبخ، تالي اسوي طبقه اللي هو الرمل او البتموس نفسه، واسوي كذا طبقه. طبعا احتاج مثلا 2 إلى 3 شهور عشان يتحلل بشكل كامل، لكن للامانه النتيجه جدا مرضيه وجيده. الكومبوست ما يكون حار مثل السماد، ونتائجه جدا جدا حلوه وممتازه، لكن يعيبه شيء واحد، طبعا الريحه. احتاج الريحه يعني تطلع بسبب غاز الميثان وغيره. انا عندي اسويها في السطح، يعني ما اسويها في التهويه عشان الريحه ما تنتشر في البيت، تطلع لبرا فوق على طول. احتاج اني اسقيها كل يومين مره وتتحلل. طبعا قلنا تجهيز التربه، احط بتموس مثلا اذا ساكه او ماسكه طينيه، احط سماد الله يعزكم بقري. انا طبعا افضل استخدام السماد البقري، وهو الاكثر والاغلب يعني موجود في المشاتل، بسبب الله يعزكم السماد البقري انه شبه متعادل عناصر، غير مثلا سماد الطيور عالي النيتروجين، او عالي سماد الارانب مثلا، او الخيول عالي الفسفور او غيره. السماد البقري ممتاز جدا، لكن ابي انبه لنقطه مهمه جدا. احنا في شهر سبتمبر ما زلنا في موسم الجو حار، يعني قريب ال 50 عندنا، الحاسه قريبه من الكويت جدا درجات الحراره. اليوم 49، الاسبوع الماضي كانت 52 و 51، ما زال حار. فاحنا ما نحط السماد اذا ما زال في اشجار عندنا، راح تتاثر. اذا كان عندي الحوض مثلا في البيت، حوض ارضي، وانا ازرع فيه شجرات طماطم مثلا وقرع وكيل وملفوف وخس، وعندي مثلا شجره مثلا كاسيا جلوكا او كثمريوم او غيره، ما احط السماد الان، انتظر الى نهايه، خلينا نقول من منتصف الى نهايه شهر 10 احط السماد، اتاخر بتجهيز التربه عشان الجو يكون بارد، والتفاعل بين السماد والماء ينتج عن حراره ما ياثر على الجذور والشعيرات الجذريه، بالتالي ياثر على الشجره اللي في الجنب. يعني اذا انا ببني شيء فيصير اهدم شيء ثاني، يعني اموت الشجره او اتعبها يعني. فهذا اللي حبيت اقوله. طبعا خلني اتطرق الى نقطه بسيطه اللي هو تجهيز تربه الاحواض. انا اشوف يعني في الفترة الحالية كثير يلجؤون الأشخاص، سواء ربات البيوت خاصة أو حتى من الرجال، إنهم يزرعون في أحواض بلاستيكية أو خشبية يسوونها. هذه التربة تكون معدة بشكل خاص، أستخدم فيها البتموس وقليل من الرمل والبرلايت اللي هو الحبيبات البيضة وسماد. الله يعزكم السماد راح يكون أقل نسبة، تقريبا 20%، البرلايت مثلها أو أقل، البيتموس راح يكون اكثر شيء، وتالي الرمل بعده. طبعا اخلطها بشكل جيد واسقيها لمده 3-4 ايام الى اسبوع، وتالي ابدا اضيف احط الشتلات اذا كانت جاهزه شاريها او مشتلها بالبيت، او اني مثلا بزرع مباشره يعني في شهر اكتوبر. خليني اقول ببدا في شهر اكتوبر بزرع الطماطم والملفوف والكيل والخس وغيره، او اني ابدا ازرع فيهم مع شهر 10 بشكل مباشر. ان شاء الله تكون النقطة واضحة، تجهيز الزراعية. اذا في احد له سؤال تفضل. يعني ان شاء الله الامور واضحة. اي واضح استاذ. تمام. راح اتكلم عن شلون او كيف. لا، في سؤال قبل لا نروح عن التربه.
يا بنات انا قاعد حولتكم كلكم تقدرون تتكلمون، اذا تحبين تسوين مداخلة على التربة في سؤال. أنا شفت السؤال، لو بتعيد استخدام التربة من الموسم اللي راح هل أضيف اي لها والله ملح؟ اي، قبل لا نطلع عن التربة خلينا نجاوب السؤال. السؤال جدا جدا ممتاز. طبعا أنا ما أرمي التربة للأمانة، يعني عندي أجدد عليها باستمرار، أضيف لها فقط سماد وبتمس وأنفشها، لكن في شيء مهم لابد أسويه. أنا أجيب لي قطعة بلاستيك أو نسميه إحنا شراع. اشتق لي رقاصة وروحي معانا وما راح تتحسني. الأخوات الصوت المايك أوكي صار أنا بحب الله. أحدهم. أوكي حبيبتي. فأعيد النقطة، التربة القديمة أسوي لها تعقيم عن طريق الشمس. إذا كانت عندي محطوطة في حوض زراعي أفرشها على الأرض على بلاستيك وأعرضها للشمس فترة معينة، يعني ما مو مو شرط تكون طويلة، يعني من 3 إلى 5 أيام تقريبا، وراح تتعقم عن طريق الشمس. إذا فيها دود الله يعزكم أو حشرات أو شيء ثاني كلها راح تطير أو راح تموت. يعني الحشرات اللي تعيش بباطن التربة هذه ضعيفة، يعني أو أغلبها ضعيف في أشعة الشمس، إذا كان فطريات بعد أو بكتيريا أو غيرها غالبا راح تكون ضعيفة في أشعة الشمس. كذلك بعد هم أنا أقدر أضيف لها مبيدات فطرية، يعني احتياطا موجودة في كثير من المشاتل المبيدات الفطرية أقدر أضيفها. للأمانة أنا يعني لي أزرع في السطح 6 أو 5 سنوات ما مرة احتجت مبيد فطري، حتى لو واجهتني آفات الشمس كانت تكفي للتعقيم، وأمور التربة جدا جدا ممتازة ووضعها طيب. ما أدري الحين نقدر نكمل ثاني أو في سؤال ثاني؟ لا تفضل تفضل. السلام عليكم، بس عندي سؤال ممكن أمر يا خالة؟ تفضلي. أنا كنت رافعة يدي. أول شيء بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعطيكم العافية على جهودكم يعني في نشر هاي الوعي. بداية أشكرك أستاذ بعد على يعني محاضرتك هذه. عندي بس مداخلتين. طبعا دائما الزراعة يعني كل واحد طريقته غير، حتى أنا شفت مثلا البريطانيين غير، الأوروبيين غير، العرب طريقتهم غير، كل نص مثلا على اجواءهم او على مناخاتهم يعني. ايه مثل يعني الله يسلمك مثلا المطبخ، كل طباخ عنده بهار معينه او شغله معينه صحيح زين فيختلف. ايه يعني أكيد مع ان ساعات نفس الشيء، يعني احنا المكبوس البحريني يختلف عن المكبوس السعودي عن الكويتي، كله نفس الاسم بس في النهايه يعني شوي في اختلاف. ايه أيه، بس على فكرة المكبوس الحساوي ترى نفس البحريني يعني والكويتي صدق نفس بعد ما الشيء. كنت اي انزين. بغيت بس مداخلتك مثلا، ايش رايك يعني بين عندك التسميد في بين المعارض والمؤيد في وقت الصيف؟ فبعرف تجربتك مثلا شنو والله ابسط وشيء خفيف يكون تسميد مثلا اذا اضطرينا نحطه في الصيف. هاي السؤال الاولي. هو إذا ظهر على النبات مثلا نقص حاد في النيتروجين، صارت الأوراق باهتة جدا وصفراء، قد أحتاج إني أضيف نيتروجين أو NPK عالي النيتروجين مثلا، لكن بكمية جدا جدا قليلة. للأمانة إحنا الصيف عندنا في الحاسة حيل حيل حار، يعني أنا جربت مرة وبكمية جدا مخففة لكن يعني للأسف مخففة ما نجح معاه، يعني ما مشي حاله. يعني حتى التي كومبوست مثلا إذا أنا حاطين الكومبوست الماي الخفيف مال التي أي كومبوست أنا هذا مثلا التي. الخفيف يعني أثره قليل، يعني لو بيظهر أثر ما يتعب النبات لأن تركيزه جدا بسيط وما في كل العناصر الحارة أو اللي تسبب تفاعلات، يعني مثلا اليوريا مو متوفر فيه بكثرة، يعني وإن وجد يكون جدا قليل. يعني فبعكس السماد الله يعزش البقري، السماد البقري يعني فيه مواد وفيه ايه اليوريا هو يعني المهندسين اللي قالوا ايه خدت رايهم ان التفاعل هذه مع التربه يسبب حراره، فكفايه بالضبط الوضع صيف ما نبي نسوي حراره ازيد. أكيد. لذلك المفترض أني أنا أسمد مرتين في الموسم، يعني في الموسم الزراعة أسمد بداية الموسم أول ما يبرد الجو وتصير الأرض باردة، ونهاية الموسم. التسميد في هالفترتين يحمي لي النبات في فترة الصيف، يعني يخليه يقاوم
يقاوم الاجهاد، يقاوم الحراره، يقاوم التعب، مو بس شغله الركنين مثلا او التظليل وشغله الري. لابد اهتم بالتربه، هي يعني خلينا نقول من العناصر الاساسيه لصحه النبات وقوته، وحتى تخليه يقاوم الافات. اذا كان يتغذى بشكل جيد راح يقاوم الافات والفطر والعفن والبكتيريا وغيرها. نعم. ايضا عندك خلطه الابذور مالتك، يعني حق البذور، غير خلطه القصص حق يعني المرحله اللي التشتيل. المرحله الاولى في البذور شنو خلطتك؟ يعني كل ناس تختلف، شنو انت تجربتك؟ انا بالنسبه لي استخدم الخلطه العاديه اللي هو بيتموس، واضيف جدا جدا كميه قليله من السماد البقري. يعني اذا انا مثلا اضيف واحد من اربعه السماد، اخليه حتى نص من اربعه، جدا قليل. انا لاحظت ياثر على الانبات. اضف لذلك اني انا راح يعني انا بالنسبه لي اذا جيت اجهز الشتلات في القصص الصغيره هذه، يعني اكون قريب الموسم، يعني ما تظل حتى الا 3 اسابيع تقريبا او شهر بالكثير، وتالي انقلها للمكان المستدام سواء كان حوض خشبي كبير او في الارض مباشره. لذلك ما اهتم بالعناصر او خلينا نقول بالسماد بشكل كبير، لان اساسا البيتموس فيه هو خلينا نقول هو مركب يعني الى حد كبير اذا ما كان 100% طبيعي، يعني من المستنقعات ومن طحالب مائيه ومن بقايا تربه طينيه يعني مخلوطه بشكل جيد، وغالبا يضاف معها كومبوست بكميه بسيطه على الاغلب، يعني علشان خلينا نقول الوضع هو تجاري، اذا ما مشي بشكل جيد راح يخسر يعني، فيحطون عليه كومبوست بسيط. غالبا القص الصغير هذا اللي ينباع بمية فلس او بريال سعودي، غالبا هذه كافي من 3 اسابيع الى شهر واسبوع، يعني غذي الشتله الى هالفتره، بعدها تبدا تضعف شوي او ما تطول، فيكون عندي وقت، يكون عندي وقت اني انقلها للمكان الدايم. طبعا انا اضيف انا نسيت شيء ما قلته، انا اضيف طبعا بيتموس وبرلايت فقط، ما اضيف رمل، ما اضيف شيء ثاني. نادرا تجربة حطيت سماد الله يعزك، لكن كمية بسيطة، يعني ما حسيت انه فرق واجد معي. انا اللي شفته من يعني التجارب الاوروبيين انه فعلا يحطون يا ميكس سويل اللي هو بوتن سويل. بوتن سويل شنو مكوناته في الدي برلايت؟ بيتموس فقط. لان المرحلة الاولى من البذور يعني شوف سبحان الله، البذرة يقول لك غذائها يتكون أول قشر لها غذاء حق نفسها حق المراحل الأولى حق الورقتين الحقيقتين يسمونهم. فيقول لك ما في داعي نحط أسمدة في المرحلة الأولى، بعدها إذا طلع 4 أوراق و6 أوراق ذيك الساعة يحتاج المرحلة التسميد، لأن عبارة البذرة مثل الجنين ترى في البداية ما تحتاج إلى غذاء. وأنا هذا اللي في بالي هو الفلقتين أو الفلقة اللي تكون مع جنين البذرة، هذه يكون فيها غذاء غالبا يكفي من اسبوع الى 3 اسابيع، يكفي البادره او الشتله الصغيره الجديده هذه اللي تطلع. اي نعم. فنفس تجربتي الان في البدايه يعني ما احط اي شيء، فعلا قراءتي ان البذره تحتوي على عناصرها حق اول يعني مرحله فيه. وبقيت اقول لك بس تجربتي، انت قلت مثلا عن التعقيم، التعقيم طبعا في وقت الصيف نستقل القصص القديمه، نعقم القصص، خلطات القصص نفرشها حق أشعة الشمس. بس ساعات يصيدني حالات مثلا شتاء هو في الموسم وعندي كم قصيص مثلا ما حطيتهم أو مثلا ماتت الزرعة أو شيء، فهني عندي تجربة أن شو أسوي؟ أخذ الخلطات هذه أصب عليها ماي مغلي حار، التربة فقط لأنه ما يكون في شمس، ما عندنا شمس حارة، فأحط مثلا برميل عندي عود وكت القصص كل القديمة، الخلطات القديمة، علشان إذا ما يكون فيها فطريات وفيها أمراض أو شيء، فطريقة تعقيمي أصب عليها ماء حار مغلي علشان يعني عدل مثلا أي جراثيم أو أي شيء، ولين يبرد ممكن هني أستعمله مرة ثانية. بس في الشتاء يعني أنا ما جربت الطريقة هذه. أنا بالنسبة لي زرعت في أحواض، لو كان حوض جات في إصابة أستبعده، يعني أحط عليه مبيد فطري، لكن للأمانة ما كان إلا حوض واحد جات في إصابة وعقمته وحطيت عليه مبيد فطري، ما واجهت أي مشكلة يعني في الموسم اللي بعده. إن شاء الله. شكرا. العفو. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. ما أدري نكمل ولا باقي في سؤال عند أحد الأخوات أو أحد لا الأخوات. نكمل وإذا في مداخلة نأخذها بعدين إن شاء الله. جميل.
نتكلم عن شلون نختار البذوة. طبعا السؤال جدا مهم، أنا واجهت المشكلة هذه في فترة من الفترات. لابد المصدر اللي آخذ من البذور يكون موثوق. إذا كنت أنا باخذ من فلاح، خلنا نقول يكون فلاح صادق وجودي يعني، وإن شاء الله كلنا جاويد وصادقين يعني، لكن القصد إنه يكون يهتم بالبذور. يعني في ناس يحفظون بذور كثيرة وأصناف معينة وأنواع معينة من البذور او من بذور الفواكه والخضروات، لكن ما يحفظها بطريقه جيده. يعني مثلا ما يرش عليها مبيد فطري، او ما يحطها في مكان بارد وجاف، يعرضها حتى اذا كان في مزرعه لبعض القوارض او الحشرات. فنشوف نسبه كثيره من البذور تالفه، وانا صارت لي يعني شريت مره من في السوق وشخص ما اعرفه يعني مجهول، وكان عنده بذور يعني كانت نسبه الانبات جدا جدا ضعيفه، يعني ما طلعت معي الا شكلتين او ثلاث، فتالي رميت البذور كلها. أنا عن نفسي أستخدم البذور المغلفة من الشركات المعروفة، في شركات موجودة كثيرة يعني، أهم شيء تكون مغلفة ومجربة من قبل. يعني غالبا نقطة حابب أقولها، يعني ظرف البذور كثير ما يجي فيه عدد كبير من البذور يعني فوق الحاجة، يعني بعض الأظرف حتى فيها 1000 بذرة، فيها حتى 2000 بذرة، 5000 بذرة، ما أحتاجها كلها أنا. فلما أشيل اللي أحتاجه أقدر ألف أو أصفط المغلف البذور وألزقه من جديد وأخليه بالثلاجة، راح يبقى للموسم اللي بعده. أيضا في نقطة أنا أحب أقولها من تجربة شخصية، البذور دام عليها مرشوش عليه مبيد فطري من قبل المصنع، حتى لو عدت موسم التاريخ الانتهاء السنة إلى سنة الآن، يعني أنا استخدمت الموسم الماضي بذور كان من تاريخ لمدة سنة، وكانت نسبة الانبات ما تفرق، فلات بذور كانت مغلفة ومحافظ عليه بشكل جيد، خليني أجربها غالبا راح تنجح. يعني في نقطة بعد، الموسم السابق عشنا بعض التجارب حدثنا عنها. خليني بس أشوف إذا في سؤال أو أوكي نكمل. طبعا الموسم الماضي بالنسبة، خليني أتكلم شرق الجزيرة العربية، الكويت، الحسا، البحرين، قطر، استثناء عمان شوي، الإمارات، كان المطاح عندنا مطاح. طبعا الموسم اللي ما يطيح فيه مطر يكون الصيف شديد الحرارة وجاف جدا يعني، ولاحظنا احنا هالشيء. يعني احنا في شهر سبتمبر اول امس درجة الحرارة 50 و51 في الحسا عندنا، والكويت غالبا تسبقنا بدرجة او درجتين. فالموسم هذا كان شديد الحرارة، في ناس المفترض يعني المفترض ان انا ازيد فترات، ازيد كميه الري او فتره الري، مثلا اقسم اسقي النبات مثلا الصباح والمغرب، لكن ما اكثر كميه الماء. دائما نقول يعني الزايد هو الناقص، فلا اصير ازيد الكميه معتدله او ري مره واحده، لكن يكون بكميه معتدله. انوه النقطه، ما اسقي في فتره الظهر او الضحى او فتره الحراره، تتأثر الجذور أو الشعيرات الجذرية الصغيرة هذه، وهذا اللي يتغذى فيها النبات أو الشجر، فمثل تحترق أو يصيبها ضرر بسبب الحرارة، فيجهد النبات. إذا سقيت فترة الظهيرة غالبا أشوف الشجرة ذابلة لمدة 2 أو 3 أيام، هذا بسبب حرارة الماء يعني أو بسبب الحرارة، فأتجنب الري في هالفترة. المفترض ان احنا نكون ضللنا بالركنين علشان اتلافى نفحات الحراره والسموم اللي جات. مثل ما قلنا ما ازيد الماي علشان ما تزيد عندي رطوبه، بتصير تظهر عندي اعفان وفطريات او حتى بعض الافات اللي تحب الرطوبه، مثل البخت الدقيقي او مثل حتى حافره الانفاق وغيرها. خليني هذا
إذا تشوفون الصورة، آفة البق الدقيقي اللي يعاني فيها أكثر من الناس، اللي بسبب زيادة الرطوبة وزيادة الرعد. طبعاً الآفة هذه سريعة الانتشار بشكل مخيف، يعني كأنك في فيلم كأنك تشوف مسلسل كرتون عادي، تشوف اثنتين ثلاثة تخليه يوم يومين ترجع تشوف 150-160 حبة. طبعاً المفترض أنك تعالج الآفة بشكل سريع، ما تنتظر عليها علشان ما تستفحل. لو عالجتها بشكل سريع أقدر عالجها بشكل عضوي أو بشكل حتى ميكانيكي أو فيزيائي، أن أنا أشيلها بيدي مثلاً إذا هي حشرات أو عنكبوت أو بق دقيقي، ثنتين ثلاث أقدر أشيلها وأرش شجرة بماء أو مبيد عضوي. لكن إذا استفحلت علي أن أنا أستخدم المبيد الكيميائي، أتوجه إلى أي مشتل وأصور الآفة نفسها وأقول له عندي الآفة هذه ويعطيني مبيد لها. المبيدات ما أستخدمها إلا في الصيف للضرورة، ما أستخدمها إلا في الليل، في آخر الليل الجو يصير بارد، أضيف أرش الشجرة الصباح قبل ما تحمي الشمس، خلينا نقول الساعة 6 الساعة 5 ونص أرجع أرش الشجرة بالماء علشان ما تتفاعل المواد الكيميائية اللاصقة على الشجرة مع حرارة الشمس وتزيد الوضع عندي سوء، وقد أخسر النبات هذا بسبب الآفة وبسبب الحرارة بسبب الاستخدام الخاطئ للمبيد. خلينا نشوف الأسئلة إذا في سؤال أو شيء. إيه في السؤال عن الري، أعتقد الري المسائي. إيه يصير نسقي بالليل، هو أفضل وقت الليل. أنا في الصيف ما أسقي إلا في الليل، يعني أسقي خلنا نقول على آخر الليل الساعة 11-12 حتى التربة ما تبرح، تصير دافية ما تكون حارة، يعني تكون دافية. هم الماي في فترة النهار أغلب من عاني من النحار، فأحطها يعني فأسقي عفواً فأسقي في الليل يكون أفضل. يعني أنا غالباً ما أسقي في الليل. في سؤال بالنسبة أتوقع للبذور. السلام عليكم. لو الثلاجة ما تكون رطبة عليها ممكن تنبت؟ طبعاً السؤال جيد. إذا أنا المغلفات اللي نشوفها تقريباً إذا ما كان كلها ورقية، إذا أنا لزقتها بلزقة بشكل جيد ما راح تجي رطوبة. لو كان بذور أنا جامعها، مثلاً بذور طماط، بذور مشموم أو ريحان، البذور هذه اللي نزرعها إحنا، حتى بذور بطيخ، جاح، رقي، هالأمور هذه أقدر ألفها بورقة أو نشاط وألزقها وأحطها في كيس بلاستيكي وأخليها بالثلاجة. بهالطريقة ما راح إن شاء الله يعني راح تصبر الموسم الجاي حتى لو ما حطيت عليها مبيد فطري. إذا هي محفوظة بشكل جيد في الثلاجة وملفوفة بالطريقة هذه ما راح يصيبها أي إصابة أو أي عفن بإذن الله تعالى. لحظة بعد منكم بس. نكمل بالنسبة بالنسبة للغلات الزراعية المتنوعة، شنو الفرق بين زراعة الورقيات والثمار اللي تطلع من الزهور اللي تطلع من الجذور والدرنيات؟ طبعاً أنا إذا جهزت التربة بشكل جيد وحطيت السماد وعقمتها ورتبتها غالباً كلها حاجاتها احتياجها متقارب، يعني ما راح أحتاج لشيء آخر إذا أنا حضرت التربة بشكل جيد. اللي يفرض معاي إذا أنا بزرع في حوض، المفترض إذا أنا بزرع ثمريات حتى لو موسمية يعني عفواً يعني مثلاً طماطم أو خس أو خيار أو جزر، المفترض أن الحوض يكون من متوسط إلى كبير عشان نفس الشتلة تأخذ راحتها ويكون الغذاء كافي الموجود في التربة، ما يكون كمية قليلة. عن تجربة أنا زرعت في حوض، يعني أحد التجارب اللي سويتها كنت أبي أشوف الفرق. زرعت حتى تقريبا عدد بسيط، يعني ممكن 4 شتلات أو 5 شتلات خس مدور، الخس الحلو هذا، في حوض صغير. ما نمت بشكل جيد، تقزمت، صار طعمها مو جيد بسبب ان السماد او التربه كميه المغذيات اللي فيها قليله، يعني ما كفتها. فاحرص اني استخدم حوض كبير الى متوسط علشان حتى لو في وسط الموسم احتجت اضيف سماد يكون السماد اللي اضيفه كميته ممتازه. يعني بالتاكيد اذا الحوض صغير ما اقدر اضيف كميه مناسبه من السماد،
او حتى تستضيف الشتلات، لكن الحوض اذا كان كبير او متوسط يعني خلينا نقول من 80 لتر او من 70 لتر وفوق حجمه او كميته، راح اقدر احط فيه لترين 3 لتر من السماد بشكل وانا مرتاح وانا مطمئن انه ما راح ياثر على النباتات. لو طبعا في هذا في حال اني لاحظت ظهور نقص على الشتله، يعني بقع مثلا حمراء، اوراق صارت صفراء، بدات تذبل اطراف الورقه مثلا، ما اضيف الا اذا احتجت السماد، يعني خاصه اذا كنت مجهز التربه بشكل جيد. نقطه مهمه بالنسبه للدرنيات مثلا اللي هي الشمندر مثلا، الجزر، البطاطس، هذه اللي جذورها متشحمه، احرص ان التربه تكون نفاذياتها او خلينا نقول جيده الصرف، جيده التصريف او الصرف، يعني ما تحفظ الماء بشكل كبير علشان ما تطلع الاعفان وتظهر الامراض على الجذور نفسها، وبالتالي اخسر المحصول الموسم هذا. طبعا وبشكل عام بعد نقطه ان انا لابد اراعي المسافه بين بين الشتله والاخرى، ما احطهم جنب بعض علشان ما يصير تنافس شديد على المنطقه وتمدد الجذور. اهم اذا انا ازرع في حوض حتى لو كان حوض ارضي، يعني اكيد له مساحه، يعني بشكل عام مثلا البيوت العاديه تكون الحدائق باستثناء اذا كانت حديقه كبيره، ما اكثر الاشجار فوق بعض راح تتنافس على الغذاء. لو حصلت لا سمح الله آفه او مرض فطري او بكتيري راح تنتقل بشكل سريع الى الشجره بجنبها. بشكل عام يعني المسافه في المزروعات في المنزل تكون يعني 25 الى 30 الى 40 سم مثلا بين شتلات الطماط، بين الباذنجان، بين بين القرعيات تكون او الخيار، علشان تتهوى وتتلقح بشكل جيد. بالنسبه للاحواض، بالنسبه للورقيات مثل البقدونس، النعناع، الفجل او الرويد، هذه ما في مشكله لو كانت متقاربه، هذه اساسا سريعه النمو، قليله الاحتياج، ما تستهلك التربه بشكل كبير، والافضل اني ازرعها متقاربه علشان لما احصد الحصاد يكون سريع. هذا تقريبا هذا النقاط الموجوده بالنسبه للغلات الزراعيه. الفرق بينها ما مثل ما قلنا ما في فروقات كبيره باستثناء اللي هي المسافه بين المزروعات. خليني اشوف اذا في سؤال. اي في سؤال بالنسبه عمق الاحواض البلاستيكيه. اي انا للامانه اشوف يعني من 40 سنتي الى 60 70 سنتي، اذا في واحد يعني اذا احد عنده مكان وبيفصل حوض سمنتي مثلا او خشبي، كل ما كان عمقه اكثر كان افضل، كل ما كان متسع اكثر كان افضل، تتمدد الجذور بشكل مرتاح وجيد، كميه التربه راح تكون ممتازه، كميه التربه ممتازه، يعني العناصر الغذائيه للتربه تكون اكيد بتكون كثيره، ينعكس على صحه الشتله نفسها. انا اشوف يعني للمنزل افضل يعني حوض خشبي نسويه ممكن عن تجربه شخصيه، يعني متر، يعني الطول يكون متر، العرض 50 الى 60 70 سنتي، العمق 50 الى 60 سنتي. انا يعني بالنسبه لي الحوض هذا جدا ممتاز، كميه التربه فيه ممتازه، غالبا اذا جهزت التربه ينتهي الموسم وانا ما احتاج اضيف اي سماد او اي مركب ينعش لي التربه وينعش لي الشتله، كتجربه شخصيه طبعا. الامر واضح الان، نكمل ولا في سؤال؟ إيه تفضل كمل، اكيد راح تطلع الاسئله ان شاء الله مع التقدم بالشرح تطلع الاسئله. اي مستعدين، احنا مستعدين حاضرين لكم. بالنسبه نبي نعرف شنو الثمار المناسبه للأحواض التربة العادية الزراعة المائية. سؤال جدا جدا جميل وأشكرك عليه أختي شروق. طبعا الثمار المناسبة الأحواض، الحوض كل ما كبر
كل ما زاد كمية التربة وكبر الحوض أقدر أزرع فيه شتلة أكبر. بمعنى الحوض الصغير أقدر أزرع فيه ورقيات وزهور موسمية شتوية، كبر زيادة أقدر أزرع فيه مثلا بامية، طماطم، باذنجان، كبر أكثر أقدر أزرع فيه حتى أشجار أكبر. يعني أنا عندي في السطح حوض كبير، تقريبا ممكن 120 أو 130 متر، زارع فيه، غرست فيه شجرة كبيرة تقريبا طولها مترين أو ثلاثة، شجرة جدا كبيرة وأمورها فوق آل العال، طيبة جدا يعني. أحد الشباب عنده حوض كبير بعد زارع فيه عنب، وما شاء الله يعني متمدد تقريبا 4 متر، وأثماره ما أقول مثل الأرض، لكن أثماره جدا جدا ممتاز. مثل ما قلنا الحوض المتوسط كل ما كبر الحوض قدرت أزرع فيه نباتات أكثر ونباتات أكبر. مثل ما قلنا أكد تجهيز التربة هو العامل الأساسي لنجاح أي موسم. التربة الفقيرة تعني نبات ضعيف، النبات راح يموت، ما راح يقاوم الآفات، سريع المرض، سريع انتشار الآفات. الزراعة المائية، بالنسبة للزراعة المائية أغلب ما يزرع فيها بشكل عام يعني، وهذا اللي نلاحظه بما أنه الأسهل، تزرع فيه الورقيات خاصة الخس. خس سريع، آفاته قليلة، سريع النمو، ومطلوب يعني، ومرغوب يعني، مرغوب في المنزل، مرغوب في المطاعم، مرغوب في أماكن كثيرة. كذلك أقدر أزرع محاصيل متوسطة يعني، أقدر أزرع فراولة، طماطم، بامية، المحاصيل اللي شكلاتها متوسطة إلى صغيرة، لكن هذه ما أقدر أزرع فيها مباشرة يعني، مثل خليني أقول مثل الخس. الخس أحتاج يعني آليات الزراعة المائية فيها مختلفة، لما تكون شجيرة أو شجرة صغيرة أحتاج حجر بركاني وغيره عشان تتمدد الجذور، لأن الخس جذوره صغيرة واحتياجاته أقل من الشجيرات الصغيرة مثل البامية أو الفراولة، فهذا اللي أحتاجه طبعا. وناجحة جدا الزراعة المائية في موسم الشتاء عندنا يعني في الخليج، وهي ناجحة إذا كانت في بيوت محمية، في مزارع، أو حتى في البيت، في بيت محمي مبرد، أو حتى إذا عندي بيت محمي في المنزل، يعني راح تكون ناجحة حتى خارج موسم الزراعة، لأني بالتأكيد راح أوفر درجة الحرارة المناسبة، وبالتالي ينمو النبات بشكل جيد. لكن أرجع وأقول وأكد دائما الله سبحانه وتعالى خلق لكل موسم نباتات معينة حتى طعمها يكون مختلف خارج الموسم، دائما طعمها في الموسم ألذ وأجود يكون، وحتى أكثر مقاومة للآفات. ننتقل للمغذيات. طبعا المغذيات للتربة، شنو أنواع المغذيات؟ عندي المغذيات طبعا قلنا هي السماد الحيواني، غالبا نستخدم البقري، زين هذه راح أتكلم عن السلاي بس بعد ما أخلص عن السماد البقري. طبعا في عناصر عندنا كبرى وصغرى، العناصر الكبرى اللي هي النيتروجين، الفسفور، البوتاسيوم، هذه متوفرة في كل أنواع الأسمدة، الأسمدة بتراكيز مختلفة. قلنا هو البقري هو المستخدم أغلب شيء يعني، حتى في المزارع السعودية، المزارع العالمية، مزارع مصر مثلا، الشام، فلسطين، أغلبهم يستخدمون أسمدة الأبقار لأنها متعادلة وأقل حرارة يعني. قلنا النيتروجين مهمته مرحلة التوريد، والفسفور مهم لتحفيز التجذير والنمو الجذري، البوتاسيوم تقوية وتحفيز وعقد الثمار. البوتاسيوم هذا عنصر طبعا مهم، يشكو كثير من الناس عفوا من تساقط الأزهار مثلا، مو شرط انها ما تعقد، هي قد تكون ضعيفة، منطقة التقاء الزهرة بالنبتة نفسها تكون ضعيفة بسبب اللي هو انخفاض عنصر البوتاسيوم في التربة نفسها، فقد احتاج ان انا اضيف سماد ورقي مثلا، او اضيف سماد عالي البوتاسيوم، NPK عالي البوتاسيوم مثلا،
لكن هذا أضيفه في فصل الشتاء في وقت الاعتدال يعني أو في وقت البراد. مثل ما قلنا السماد الحيواني يعني تكلمنا عنه من قبل، أتوقع أنه واضح الكلام عنه. أضيفه قبل ما أجهز التربة، أو إذا التربة جاهزة مثلاً وفيها أشجار أضيفه في وقت البراد عشان ما يفسد عليه الأشجار والنباتات الموجودة ويتعبها. طبعاً الـ NPK الجدير بالذكر في عدة أنواع الـ NPK. في NPK متعادل اللي يجي موزون يعني بنسبة متساوية مثلاً 10 10 10 أو 15 15 15. ممكن يتبادر سؤال للذهن، شنو أفضل نسبة أنا أستخدمها؟ أنا بشكل عام أستخدم 15 أو 20، ما مرة أحتاج أكثر. إذا أنا أرجع أقول النقطة الأساسية، إذا أنا جهزت التربة بشكل جيد غالباً ما راح أحتاج إلا NPK بسيط، يعني كمية بسيطة. الكمية اللي راح أضعها تقريباً أنا أتكلم عن ملعقة طعام حوالي 15 ملي أو 15 جرام، كمية بسيطة. والحبيبات مثل ما تشوفون هذه لها ألوان متعددة تذوب مع الري، ما تذوب بشكل مباشر، فأضعها على سطح التربة. سؤال من الأخت اللي تداخلت معانا من شوي، ترت هل أنا أتم شدة الصيف؟ أنا أقول بس جدا للأمريكي بحيث انها ما تذوب بشكل سريع وما تاثر على تذوب بالبط بشكل بطيء. طبعا حتى يوجد بودره NPK مو فقط حبيبات، البودره راح اضيف لها الماء واحلها، تباع في علب او في تباع في علب كرتونيه موجوده. اتوقع ان اغلب المهتمين بالزراعه شافوها يعني في المشاتل. إلى هنا إن شاء الله واضح. أشوف مارنا في مداخلة أو سؤال. وين في سؤال؟ إيه أنا أقرأ السؤال الحين. وين الأفضل الأسمدة السائلة الجافة، خصوصا أن التربة اللي أخذتها فلورا وسمعت للأسف أنها سيئة، لذلك أخذت أسمدة احتياط سائلة. أنا يعني الأسمدة السائلة أحتاج أني أقرأ طريقة استخدامها بشكل حذر. يعني أنا استخدمت مرة سماد سائل الله يعزكم وموت علي الشجرة. طبعا السماد الأمريكي هذا اللي قلته أنا، في شيء مثل البودرة يكون مطحون يذوب في الماء، هذا المفترض أن يذوب في الماء وأسقي. وفي الأمريكي نفس المعروف بالصورة، هذه حبيبات وبعضها يجي بعد مثل شايفين صبي طول الأصبع، يجي مثل خليني أقول مثل أصبع غرسة التربة جنب الشاتلة، يجي منه نوع من النباتات الداخلية ونوع من النباتات الخارجية. غرسة التربة وهذه ذوب أبطأ هذا، يعني أنا حطيت عندي أعواد للأسف خلصت ولا كنت وريتكم إياها، تقريبا طولها 4 أو 5 سنتي، حطيت في النباتات الداخلية اللي عندي تقريبا خلال سنه او سنه وشوي ما تاثر على الشجرة. اسمي واقول جهزي التربه بشكل جيد. الان عندك موسم، انت سابق الموسم، تقدرين تجهزين التربه تضيفين اذا كان حوض خارجي. طبعا السماد البقري ما نحطه في النباتات الداخليه، حار عليها وهم يصدر روائح، كلها في النباتات الخارجية وزراعة خارجية. فأقدر أني حتى أخلط أنواع البتموس الألماني، أنا أستخدم البتموس الألماني للأمانة جدا جدا ممتاز، حتى لونه داكن وريحته جيدة ووسط زراعي جدا قوي وممتاز للأمانة ونظيف جدا جدا نظيف. البتموس الألماني كثير من الأنواع الموجودة ألمانية يعني، فتقدرين تخلطينها، ما يحتاج ترمين الفلورا. يعني هذه الفلورا متوسطة للأمانة، يعني ما هي التوب يعني من الموجود في السوق. إن شاء الله الجواب يكون واضح وشافي للأخوات أو الأخوان اللي سألوا. أتوقع واضح إن شاء الله. تفضل. نكمل الآن، باقي نقطة ونقطتين أخريتين.
بعض علامات نجاح الزراعة أو مرضها. طبعا احنا الحين تكلمنا عن أنا راح أوقف الشير سكرين حاليا ما نحتاج انتهينا السلايد. طبعا علامات نجاح الزراعة كلنا نشوف علامات نجاح الزراعة. أول شيء أن النبات يكون صاحي لونه أخضر فاتح أو داكن، الأوراق صحية دائما ما أشوفها دابلة، لو كانت دابلة يكون بسبب خلل في الري أو عدم انتظام أو أني نسيت ما أسقيها يوم من الأيام راح أشوفها دابلة. المحصول يكون جيد وطعمه ممتاز، يعني مثلا الطماطم الأحمر راح أشوف الحبة مستديرة، ما راح أشوف فيها يعني تجاعيد، ما راح أشوف لونها مثلا متغير أو حبة صغيرة أو حتى طعمها مثلا الطعم قد يكون سيء، إذا كانت الشتلة مريضة راح يكون سيء طعمها. التشتيل أحسن من الزراعة على طول في التربة. طبعا أهم سؤال حلو هذا، أنا الآن من الأسبوع القادم راح أجهز، عندي شتلات راح أجهزها لبعض المشاتل مخصصة للبيع وبعضها مخصصة للتوزيع المجاني بالحمد لله. أنا غالبا أستبق الموسم الزراعي أشتل داخليا، عندي مكان مخصصة في السطح، وبعد مستغلين بيت الوالد الله يعطيه العافية طول عمره ما يقصر، فأزرع هناك قبل الموسم، يعني تقريبا أزرع في نص شهر 9 أبدأ أشتل داخلي داخل البيت وتحت في المحمية. يعني الفائدة من التشتيل قبل الموسم إنه ما يجي الموسم، ما يدخل الموسم إلا أحصل على ثمار بشكل سريع، خاصة الأشخاص اللي يبون مثلا محاصيل سريعة، يحبون يسوون نشاطات مع عيالهم أو حتى مع أنفسهم، يعني خلينا نقول محبين للزراعة، أغلب محبي الزراعة يستبقون الموسم يشتلون في شهر 9 ونص شهر 9. إذا دخلت في شهر أكتوبر في شهر 10 أقدر أزرع بشكل مباشر في التربة، يعني أو في المكان في الأرض أو في الحوض الكبير المكان المستديم عندي. ما أدري إن شاء الله النقاط هذه تكون واضحة اللي هو نجاح علامات الزراعة. مثل ما قلت شكل تكون صاحية، أوراقها مش دابلة، ما فيها الأوراق، ما عليها بقع، ما عليها الأوراق، عفوا الأوراق حواف الأوراق مش محتردة مش يابسة، الأساسية كده راح يكون واضح. يعني مثلا إذا هو آفة أو مثلا خلينا نقول دود أو غيره. إن شاء الله إلى الآن الموضوع والأمور واضحة، ما في سؤال من الأخوات أو أي استفسار. لا تمام، تقريبا كل شيء واضح، صوتك سجل وحورد بس يعني بشكل عام اوكي. اي انا طالع عندي الكونكشن انه نوت ستيبل يعني او ان ستيبل. في نصايح عامه، نصايح عامه خليني اتكلم. اذا احنا طبعا اسهبنا في تجهيز التربه الزراعيه وما الى هنالك يعني من النقاط هذه، لكن انا راح اتكلم عن نقطه جدا مهمه اللي هي انا الحين مثلا بزرع اشجار ظل أو راح مثلا أشتري صينية مشتلة جاهزة، مثلا بعض المشاتل يجهز له صينية جاهزة مثلا فيها خلينا نقول 100 عين أو 100 شتلة مختلفة، مثلا يكون فيه 5 أو 6 أو 10 أنواع. شنو الواجب أنتبه له إذا بشتري شتلة مثلا؟ أول شيء الأوراق ما تكون دابلة، تكون لونها أخضر، ما تكون عليها آفات أو حشرات، مثلا الأوراق مثلا فيها بقع صفراء أو بقع بنية أو بقع لونها أحمر أو مزرقة الأوراق لونها أزرق أو مايل للزرقة أو مايل للحمرة، يعني بشكل غير طبيعي، يعني خلينا نقول كأنها مصدية الورقة، كان لونها نحاسي إذا ما كان هذا طبيعتها طبعا. فعلي أن أنا أتجنب هذه الشتلات، ما أخذها مهما خفض لي السعر، مهما قال لي هذه الشتلات تكون مصابة أو أنها مثلا حتى تركيبتها الوراثية تعبانة أو ضعيفة، وإذا كان فيها مرض أو غيره راح تنقل لي الأمراض
من المشتل إلى عندي في البيت قد أخسر بعض المحاصيل، بعض حتى الأشجار المعمرة بهالسبب. هم في نقطة إذا أشوف التربة الزراعية، قدرت أرفع ساق الشتلة وأشوف التربة اللي في القص نفسه، هذا يكون هم شيء جيد. يعني أخلي مثلا العامل أو الشخص اللي قايم على المشتل يوريني صحة التربة. بعض الأصص للأسف يعني، وأكيد إحنا نحسن النية يعني، ما يجوز الأمر هذا، قد يكون فيها مثلا حشرات أو وجود بار، أو مثلا فيها خلينا نقول نمل أو غيره، فأنا ما ألجأ إني آخذ هالشكل، أتركها وأشوف لي غيرها. تقريبا هذه النصائح العامة، لأن إحنا أسهبنا النصائح اللي قبل، وإن شاء الله نكون عطينا الموضوع حقه وما قصرنا وياكم في شيء يعني. الله يجزاك خير، فعلا كفيت ووفيت استاذ، فعلا وقتنا شرف على الانتهاء، مشكور على كل اللي قدمته، واذا احد عنده سؤال ويحب يتواصل مع الاستاذ، استاذ بس تكتب لنا على في الشات اذا ايميلك او طريقه التواصل، شلون حسابك على الانستغرام؟ اي حسابي هو اغصان، راح يكون موجود، خليني اشوف على أساس إذا في أسئلة، لأن وقتنا طبعا خلص خاف الحين يقطع الميتينج. قناة اليوتيوب الحين راح نحط لكم القناة رابطها. كذلك أنا بعد راح ارسل لك اخت شروق بوست للحساب نفسه، في رابط الحساب اللي يتابعونه مثلا عشان يفرجون بشكل مباشر لحساب الانستغرام. اي مو مشكله ان شاء الله. تويتر والانستغرام باسم اغصان، يعني راح تشوفون اللي شافوا الشعار قبل شوي. انا بعد راح احط الايميل كذلك، ايميلي الشخصي مثلا. لأن ساعات الواحد يعني يحتاج وقت الشغل، كذلك راح أحط رقم جوالي يعني. أي والله حط معنا للتواصل، إذا عادي عندك تواصل بالواتساب. إيه مو مشكلة يعني، لأن ساعات الواحد يتوهق وقت الشغل الجد يتوهق. أنا للأمانة يعني أستقبل استفسارات على الإنستغرام وعلى تويتر، وحتى على رقم الشخصي، وحتى على السناب. الله يجزاك خير. دائما أستقبل استفسارات. بعد أنا في شيء قمت أسويه مؤخرا يعني، دائما اللي يجوني على الواتساب أحولهم على إنستغرام وتويتر علشان الكل يستفيد من السؤال نفسه يعني. يجيني صح سؤال صح على الاستفسار يعني، مثلا عن رعاية النبات الداخلي، عن آفة معينة، عن طريقة الغرس، عن الزراعة، عن شيء معين، فأوجه السؤال وأحط الجواب بوسائل التواصل عشان الكل. إن شاء الله. شكرا أستاذ أحمد، وهذا هو على العهد، لازم نأخذك كل موسم صراحة، ما نستغنى عن الإرشادات هذه. الله يجزاك خير. وإن شاء الله بعد نقطة بعد مهمة، أنا مؤخرا بديت أفعل قناة اليوتيوب، إن شاء الله يعني قريبا راح أبدأ أحط دروس يوتيوب، خلال ببدأ من الموسم هذا إن شاء الله، إن شاء الله الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم إذا الله قدر، راح احط بشكل اسبوعي مره او مرتين احط دروس ونصائح زراعيه بنفس الاسم، باسم اغصان. الله يجزاك خير، ما تقصر، وشكرا اعزائي المتابعين على حضوركم ووجودكم واثراءكم لنا باسئلتكم واسئله، جزاكم الله خير، بالحق جميله ومداخلات جميله واسئله جميله. اي والله مشكورين مشكورين، وان شاء الله نشوفكم في فعاليات ثانيه. شكرا استاذ، شكرا. العفو، باذن الله. الله يسلمك، مع السلامه.